السلام عليكم ورحمة الله. هل الصوت واضح؟ ممتاز. طيب يا جماعة، في سؤال أو استفسار أو نبدأ في مراجعة عشان نكسب وقت؟ طيب، طريقة المراجعة كالتالي: نبي كويزات ناخذها بعد كل لقاء تحلونه، بعدها نتناقش فيه ونشوف الصح والخطأ. هذا راح يكون في اللقاء الأول اليوم، واللقاء الثاني، واللقاء الأخير اللي هو بعد بكرة بإذن الله. فراح أعرض لكم الحين المراجعة الأولى أو الجزء الأول، تقريبا 36 سؤال، وهذا الأطول. راح أخليه 20 دقيقة تقريبا عشان يدينا مناقشة. 20 دقيقة أتوقع كافي، يعني في أسئلة من الصح وخطأ، يعني ما يحتاج إلى أقل من دقيقة. المهم يا جماعة، إنك حاول تركز وتحل كأنك في اختبار. إذا ركزت إن شاء الله حليته، إن شاء الله ما عندكم أي مشكلة في الاختبار. حاول إنك تركز وتحله جدية. طيب، راح أفصل المايك إذا بدأ المراجعة حتى يخلص الوقت، بعدين أرجع لكم. الجماعة اللي داخلين من الجوال ما راح يظهر لكم الأسئلة، ما راح تظهر لكم. ممكن إنكم ترجعون بعد 20 دقيقة تسمعون الأسئلة إذا شرحناها وتكلمنا عنها. نبدأ. يلا يا جماعة نبدأ. طيب، بسم الله، ضاعت لكم الأسئلة الآن. راح أفصل المايك وأرجع لكم إن شاء الله في نهاية الوقت. بالتوفيق. حياكم الله يا جماعة. الحين انتهى الجزء الأول، خلونا نقرأ الأسئلة مع بعض ونحلها بس عشان نكسب الوقت. طيب، السؤال الأول: ريادة الأعمال هي عمل حر يتصف بالإبداع ويتصف بالمغامرة، صح أو خطأ؟ الإجابة أكيد واضحة أنها صح. السؤال الثاني: من العوامل بين قوسين الثقافية والاجتماعية، ركزوا، التي ساعدت في تطور ريادة الأعمال: البنية التحتية، ثقافة العمل الحر، التسهيلات البنكية، كل ما ذكر. أصلا منطقيا ثقافة اجتماعي، ثقافة العمل الحر، من اسمها ثقافة العمل الحر. الإجابة الصحيحة هي الخيار الثاني. السؤال الثالث: من المخاوف التي تتبادر إلى ذهن المستثمر والتي قد تصرفه على أن يكون رائد أعمال مالي: التوجه الكامل للمنشآت المتوسطة الكبيرة. أكيد لا، إحنا قلنا بالنسبة لاهتمام ريادة أعمال التوجه إلى المنشآت الصغيرة والمشاريع الريادية، عدم وجود دخل ثابت مع وجود التزامات مالية وشهرية. الإجابة صح، هذه الإجابة صحيحة. كثرة رواد الأعمال المشاريع الريادية خطأ، كل ما ذكر أكيد خطأ. الإجابة الصحيحة اللي هي الخيار الثاني. ممتاز.
السؤال الرابع، مراعاة العوامل المؤثرة على ريادة الأعمال يساعد في اكتشاف نقاط القوة وتعزيزها، نقاط الضعف وتجنبها، التهديدات وتحويلها إلى نقاط قوة كل ما ذكر. الإجابة الصحيحة يا جماعة اللي هي خطأ، ما ينفي الرابع، لا ارجعوا للقاءات اللي ذكرناها قلنا انتبهوا، لما يكون عندي نقاط قوة أعززها، لما يكون عندي فرصة أستغلها، لما يكون عندي نقطة ضعف أعالجها وأحولها إلى نقطة قوة، لما يكون عندي تهديد أحاول أتجنبه أو أحيد أثره، ما أقدر أسوي فيه شيء. بالتالي الإجابة الصحيحة رقم 1، انتبهوا. وزي ما قلنا نقاط القوة والضعف من البيئة الداخلية، والفرص والتهديدات من البيئة الخارجية. أي شيء في البيئة الخارجية ما تقدر تسوي فيه شيء، لما يكون عندك فرصة ما تقدر تعدل أو تجيبها لك، ممكن تستغلها بس إنك ما تقدر تخلق لك فرص كثيرة. يعني عندك منافس مثلا لك في السوق ما تقدر تطرده، أكيد ممكن الظروف تطرده، بالتالي تستغل الفرصة إنه لما طلع من السوق. طيب السؤال الخامس، من الأساسيات التي يجب أن تتسم بها ريادة أعمال: تكلفة إنشاء عالية، المخاطرة معدومة، الإبداع، انخفاض أجور العاملين. الإجابة الصحيحة اللي هي الخيار رقم 3 واللي لازم يكون فيه إبداع. إبداع. طيب السؤال السادس، إعادة هندسة الأعمال يطلق عليها هندسة، هندرة، ريادة، كل ما ذكر. هذه المفروض تكون معلومات سابقة اللي هي هندرة، واللي قلنا هي صار التوجه لها والأسباب اللي خلاها من السبب اللي خلت تطور ريادة الأعمال اللي هي إعادة هندسة الأعمال. فالإجابة الصحيحة اللي هو الخيار الثاني، الهندرة. السؤال السابع، تتميز ريادة الأعمال عن مشاريع المنشآت الصغيرة الأخرى بعدة أمور، منها لا تتطلب أي إبداع أو ابتكار، سرعة بناء الثروة، يكتفي ملاكها بالحد الأدنى من الأرباح. الإجابة الصحيحة اللي هو الخيار رقم 2 يا جماعة، الخيار رقم 2. ارجعوا للقاء وشوفوا نقولنا متى نطلق على هذا المشروع ريادي ومتى ما نقول انه ما هو مشروع ريادي. من ضمنها انها سرعة بناء الثروة، يعني قلنا انه بحد اقصى، بعضهم قال انه 5 سنوات بحد اقصى لازم يكون عندك ثروة. طيب السؤال الثامن، من مزايا او ايجابيات ريادة الاعمال ما يلي: الاستقلالية، مستوى معيشة اقل، ارباحها مضمونة 100% كل ما ذكر. استغرب من واحد جاوب وقال كل ما ذكر، يعني مستوى معيشة اقل هذا ايجابية ريادة الاعمال؟ بس عموما الاجابة الصحيحة اللي هي الخيار الاول، واضح. السؤال التاسع، المسؤولية الكاملة عن المشروع هي أحد سلبيات ريادة الأعمال، إيجابيات ريادة الأعمال، مهارات ريادة الأعمال، أهداف ريادة الأعمال. الإجابة الصحيحة اللي هي السلبيات، وأخذناها في الكويز وركزنا عليها في اللقاء، ما يحتاج نزيد الكلام فيها الآن. طيب السؤال العاشر، بدأ التوجه نحو ريادة الأعمال في القرن 19، 18، 20، 21. الخيار الصحيح له الرابع اللي هو 21. تذكرون قلنا هل يعني انه ما فيه ريادة اعمال قبل؟ لا، قلنا ممكن يكون فيه بس انه صار التوجه لها بشكل واضح صريح ومدروس في بدايات القرن 21. طيب السؤال 11، من المدارس التي تدرس صفات رائد الاعمال ويعتبر الحراك الاجتماعي أحد عواملها: مدرسة السمات، المدرسة البيئية، المدرسة المعاصرة. لا شيء من ذكر. تذكر يا جماعة المدرسة السمات وش تقول، البيئية وش تقول، المدرسة السلوكية وش تقول، المدرسة المعاصرة وش تقول. لو رجعت للقاء قلنا الإجابة الصحيحة هي المدرسة البيئية. تذكرون حراك الاجتماعي وش كنا فيه، بضحن المرأة ما تلقى فرصة عمل وتتجه
الأعمال الريادية والمشاريع إلى آخره. فمدرسة السمات الشخصية اللي هي سمات خاصة في رائد الأعمال، وضوح الهدف إلى آخره، هذه ما لها دخل في الحراك الاجتماعي وغيرها. فلذلك ركزوا، مدرسة السمات إيش تقول؟ البيئية إيش تقول؟ المعاصر إيش تقول؟ السلوكية وإيش تقول؟ طيب، السؤال الثاني عشر: من القدرات الذاتية اللازم توفرها لدى رائد الأعمال عند بدء أي نشاط تجاري؟ البحث عن سوق معين في الحياة، شخصيات حالمة، روح الإصرار العزيمة، كل ما ذكر. الإجابة الصحيحة اللي هو الخيار الثالث، روح الإصرار والعزيمة والمثابرة. وتذكروا أن أخذناها بالتفصيل، أخذنا أول شيء القدرات الذاتية، بعدين أخذنا صفات رائد الأعمال. الخيارين الأول والثاني هذه من الصفات، ما هي من القدرات. تعرفوا وش القدرات المطلوبة وش الصفات اللي داخل أو موجودة في شخصية رائد الأعمال. طيب السؤال الثالث عشر: ريادة الأعمال يمكن أن نجدها في المشاريع الربحية فقط؟ الإجابة أكيد أنها خطأ. السؤال الرابع عشر: من سلبيات ريادة الأعمال ساعات العمل الطويلة، صح ولا خطأ؟ صح، ممتاز. لأن أقول ممكن تأثر على علاقاتك الاجتماعية، على وقت أسرتك، حتى جهد بدني لك إلى آخره. هذه من سلبيات ريادة الأعمال، والإجابة هي الصح. السؤال الخامس عشر: المدرسة السلوكية صنفت المهارات اللازمة لرائد الأعمال إلى مهارات تفاعلية وتكاملية، أو مهارات تفاعلية وإدارية، مهارات ثانوية وأولية، أو كل ما ذكر. الإجابة الصحيحة اللي هي تفاعلية وتكاملية. والشيء بشيء يذكر، لازم تعرفون وش هي التفاعلية وش هي التكاملية، أكيد لازم يجي سؤال عليها. طيب السؤال السادس عشر: رائد الأعمال يتصف بوضوح الهدف ويعني أنه يعرف ماذا يفعل، أو شخص عملي غير عملي عفوا، أو لديه مهارات بحثية وثقافية، أو لا شيء مما تقدم. الإجابة واضحة وصريحة، هي يعرف ماذا يفعل. طيب السؤال السابع عشر: يكتسب رواد الأعمال الثقة بالنفس عندما تكون لديهم السيطرة الكاملة على المشروع، صح أو خطأ؟ الإجابة أكيد صح. السؤال الثامن عشر: نقصد باستغلال الفرص كأحد عوامل المدرسة المعاصرة لصفات رائد الأعمال بأنها، تذكرون عوامل المدرسة المعاصرة عاملين: الإحساس بالفرصة واستغلال هذه الفرصة. فالخيار الأول يقول امتلاك مهارات لازمة لإدارة الموارد المتاحة، أو التخصص في العمل، أو التفاعل بين السمات الشخصية والقوى البيئية، أو كل ما سبق. الإجابة الصحيحة اللي هي الأولى، امتلاك مهارات لازمة لإدارة الموارد المتاحة، اللي هي ممكن تكون مهارات تفاعلية أو تكاملية. هذا استغلال الفرص. الإحساس بالفرص يجي من المدرسة الأولى والثانية، اللي هي السمات الشخصية والقوى البيئية المؤثرة. وقلنا الإحساس بالفرص، وارجعوا إلى اللقاء ذكرناها، الإحساس بالفرصة من المدرسة الأولى والثانية، السمات الشخصية، السمات والبيئة. استغلال الفرصة من السلوكية، اللي هي امتلاك مهارات لازمة لإدارة الموارد المتاحة. الإجابة الصحيحة اللي هو الخيار الأول. السؤال التاسع عشر: رائد الأعمال شخصية حالمة وتعني لديه أحلام لا يمكن تحقيقها، لديه القدرة على توليد أفكار جديدة فقط، لديه شجاعة كاملة لترجمة أحلامه إلى واقع، لا شيء مما أعتقد. الإجابة واضحة أنها الخيار الثالث. طيب السؤال العشرون: المدرسة المعاصرة لريادة الأعمال توضح أن سلوك رائد الأعمال ناتج عن عاملين: إحساس بالفرصة واستغلال هذه الفرصة، أو سمات بيئية وشخصية، مهارات تفاعلية، مهارات إدارية. الإجابة قلتها قبل في السؤال اللي قبل شوي، اللي هي الإحساس بالفرصة واستغلال هذه الفرصة، اللي هو الخيار الأول.
السؤال اللي بعده، تحقيق إنتاج جديد ذا قيمة هو مفهوم الإبداع حسب البعد الأول، الثاني، الثالث أو الرابع؟ الإجابة الصحيحة يا جماعة اللي هو البعد الثاني. الإبداع عرفناه في منهجنا ثلاثة أبعاد، بعد أول وثاني وثالث. التعريف اللي عندنا السؤال هو حسب البعد الثاني، والإجابة الصحيحة اللي هو الخيار الثاني. السؤال اللي بعده، تختلف الأصالة عن الطلاقة كونها تهتم بالأفكار من ناحية التكرار أو الكم أو النوع أو التشابه؟ الإجابة الصحيحة يا جماعة اللي هو النوع. أصالة نوع، طلاقة كم، عرفوا عنه. الإجابة الصحيحة لهذا السؤال اللي هو الخيار الثالث. السؤال الثالث والعشرون، مدى تقبل عنصر المخاطرة تعتبر من صفات رائد الأعمال، القدرات الذاتية الواجب توفرها في رائد الأعمال، كل ما ذكر لا شيء مما ذكر؟ الإجابة الصحيحة يا جماعة اللي هو الخيار الثاني، الخيار الثاني، القدرات الذاتية الواجب توفرها في رائد الأعمال. ركزوا، يبدو أن في مشكلة عندكم بين تخبطون بين الصفات والقدرات الذاتية، ارجعوا لها وفرقوا بينها. الإجابة الصحيحة اللي هو الخيار الثاني اللي هي القدرات الذاتية. طيب السؤال الرابع والعشرون، توضح نظرية الجذب، أن سلوك رائد الأعمال يحدث بسبب عوامل إيجابية في البيئة مثل الفرص الجديدة، عدم الرضا الوظيفي، الصراع التنظيمي. الإجابة أكيد أنها بتكون منطقية اللي هو الخيار الأول اللي هو الفرص الجديدة. السؤال 25، الأحاسيس أو النشاط الإبداعي هو نتاج الأحاسيس والخصائص العاطفية والاتجاهات فقط؟ الأحاسيس والاتجاهات والتفكير والمهارات المعرفية، التفكير والمهارات المعرفية فقط لا شيء مثلا. تذكرون قلنا أحاسيس واتجاهات زائد تفكير ومهارات معرفية يساوي نشاط إبداعي. الإجابة الصحيحة له الخيار الثاني. السؤال اللي بعده، المهارات التكاملية هي مجموعة من المهارات الإنسانية التي تشمل بناء علاقات إنسانية في البيئة الداخلية والخارجية للمشروع. للأسف إن ما في أحد جاوبها إجابة صحيحة. الإجابة الصحيحة هي خطأ يا جماعة. تكاملية تكون داخل المشروع فقط في البيئة الداخلية، علاقة الشخص مع زملاء العمل فقط يتكاملوا فيما بينهم. المهارات التفاعلية علاقات داخل وخارج المشروع. فرقوا بين المهارات التكاملية والتفاعلية. طيب السؤال 27، إنتاج ما هو غير مألوف تقصد به الأصالة، صح ولا خطأ؟ الإجابة صح، إجابة صح، إنتاج ما هو غير مألوف صالة. قلنا نركز في النوع، النوع ما يكون فيه تكرار ولا يكون فيه تشابه. الإجابة الصحيحة هي الخيار الأول اللي هو صح. السؤال 28، عندما يكون لدى رائد الأعمال القدرة على التركيز لفترات طويلة في مجال اهتمامه، فهذه إحدى سمات المبدع وهي مواصلة الاتجاه، صح أو خطأ؟ الإجابة واضحة مباشرة اللي هي صح، إجابة صح. طيب السؤال اللي بعده، المنتج الإبداعي يكون في المنتجات المادية فقط، صح أو خطأ؟ الإجابة خطأ، قد يكون غير مادي، خدمة، نص مسرحي، نثري، قصيدة إلى آخره، يكون فيه إبداع. الإجابة الصحيحة اللي هو خطأ الخيار الثاني. طيب السؤال رقم 30، للابتكار أنواع منها، نقله تكنولوجي عادي او نقله تكنولوجي ثانوي او نقله اولي او عادي؟
أو كل ما تقدم. الإجابة الصحيحة اللي هو الخيار الأول، تكرار نقلة تكنولوجي عادي. وهنا لازم تعرفون وش الفرق بينها، نقلة تكنولوجي عادي وش الفرق بينها. طيب السؤال رقم 31، القدرة على التكيف السريع مع المواقف هي مرونة، صح ولا خطأ؟ أكيد إن الإجابة واضحة مباشرة اللي هو صح. العملاء والمنتج والعمليات والتكلفة والدخل تمثل عناصر التخطيط، صح ولا خطأ؟ العناصر هذه ما مرت عليكم يا جماعة؟ أكيد الإجابة هي خطأ، هذه تمثل عناصر نموذج الأعمال اللي هو البزنس موديل. 5 عناصر قلنا، إذا كان عندك مشروع وكانت هذه العناصر ما هي واضحة وما كنت فاهمها بشكل كامل، مشروعك أقرب للفشل. الإجابة الصحيحة للسؤال هذا خطأ. طيب السؤال اللي بعده هو عبارة عن تطوير للمنتجات أو الخدمات المتوافرة، وابتكار نقلة أو ابتكار تكنولوجي أو ثانوي أو لا شيء مما سبق. الإجابة يا جماعة اللي هو لا شيء مما سبق، هذا ابتكار عادي، ابتكار عادي. ابتكار النقلة شيء غير مسبوق، ابتكار تكنولوجي تنوع، هذا تطوير المنتجات المتوفرة موجودة عندنا نفس الجيل الأول الجيل الثاني الثالث اللي بعده. فلذلك الإجابة الصحيحة لا شيء مما ذكر أو مما سبق. لو مكتوب ابتكار عادي فهذا الإجابة الصحيحة. ركزوا في الإجابات. طيب السؤال رقم 34، من سمات المبدع الطلاقة وتعني إنتاج عدد كبير من الأفكار في فترة زمنية محددة، صح أو خطأ؟ الإجابة واضحة صريحة لي هو صح. طيب سؤال ما قبل الأخير، المرونة العفوية أو التلقائية هي استجابة الفرد بحيث يقوم ببعض التغييرات في طريقة الاستعمال، صح أو خطأ؟ الإجابة الصحيحة هي خطأ، أغلبكم حط صح. الإجابة خطأ، هي تقديم استجابة للمنظر أو فئة معينة، كوب شرب هذا واضح، بس المرونة التكيفية اللي هي إجراء تغييرات. تعرفوا وش الفرق بين المرونة العفوية والتلقائية والمرونة التكيفية؟ السؤال الأخير، تختلف الأصالة عن الطلاقة في أنها تهتم بنوعية الأفكار الإبداعية بينما الطلاقة تهتم بعددها، جاهزكم في الخيارات قبل. والإجابة أكيد أنها صح، صح. طيب هذا الجزء الأول من المراجعة، أظهرت لكم الأسئلة الأجوبة الحين. أي واحد فيكم كانت إجاباته كلها صحيحة فإن شاء الله أموره في السليم مبدئيا في الاختبار. طيب في أي سؤال جماعة قبل ما ننتقل إلى الجزء الثاني؟ أي سؤال؟ طيب تقدرون تطلعون من التسجيل هذا ونروح للقاء اللي بعده وناخذ الجزء الثاني من المراجعة. يعطيكم العافية.